للمزيد نتوجه الآن إلى موسكو. معنا من هناك الصحفي رائد جابر، مراسل صحيفة الحياة في موسكو. أستاذ جابر، كما سمعت يعني وسائل إعلام تركية تتحدث عن اتفاق روسي تركي، هل من تصريحات روسية بهذا الشأن؟ نعم، مساء الخير. بداية الحديث طبعا يدور عن وثيقتين، وثيقة تتعلق بوقف إطلاق نار شامل في كل الأراضي السورية، يجري النقاش حول تفاصيلها، ووثيقة أخرى تتعلق بعملية سياسية كيفية إطلاقها ومن هم المشاركون بها بحسب تقديرات أولية في أستانا قبل أن تنتقل إلى جنيف. بالنسبة إلى الموقف الروسي، طبعا روسيا أكدت منذ خلال الأيام الماضية أن الحوار يجري بنشاط حول هذا الموضوع، لكن اليوم بالتحديد ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكريملين تجنب الإشارة لا بنعم ولا بلا على التصريحات التي صدرت من أنقرة. يعني يبدو أنه ما زال هناك خلافات أو بعض النقاط التي لم تتوصل الأطراف إلى اتفاقات نهائية بشأنها، تتعلق بوقف إطلاق النار كما تتعلق بالعملية السياسية. لذلك يتجنب حتى الآن الكريملين الإعلان بوضوح عن آلية أو متى يمكن الحديث بالفعل عن إنجاز التوصل إلى اتفاق. طيب، أنت ذكرت يعني محادثات الإستانة، التحضير إليها أيضا، ما الذي تريده موسكو من مفاوضات إستانة؟ يعني باختصار شديد، موسكو تريد إطلاق عملية سياسية تكون قادرة على الخروج بورقة تذهب إلى جنيف، يعني بمعنى أن يتم الاتفاق بين الأطراف الحاضرة في أستانا على السقف السياسي، على آليات معينة للانتقال ولإطلاق عملية حوار سياسي جدية، تكون يعني مكسب بالنسبة إلى موسكو، ورقة مهمة تقدمها في جنيف في أول محادثات. يعني كما تعلمين سيباندي مستورة المبعوث الدولي دعا إلى إجراء محادثات في فبراير المقبل، لذلك الوقت الآن مناسب بالنسبة إلى موسكو لتهيئة الأجواء ووضع آلية أو أرضية سياسية عبر لقاء أستانا من أجل الذهاب نحو جنيف بورقة واضحة ومحددة المعالم، طبعا بالاستفادة من الإنجاز الذي تمكنت موسكو من تحقيقه خلال الفترة الأخيرة، بالاستفادة من موازين القوى الميدانية العسكرية القائمة حاليا في سوريا من أجل ترجمتها إلى يعني طيب سيد جبر، لو سمحت توضح لي مسألة مهمة. ذكرت الآن ديمستورا، أين هو ديمستورا والأمم المتحدة من مباحثات إستانا في التصور الروسي؟ أنا أعتقد أن روسيا الآن لا تود كثيرا أن تتدخل الأطراف الدولية خصوصا الأمم المتحدة ولا ستيفان ديمستورا ولا مجموعة دعم التسوية في سوريا. كل هذه الأطراف لا تريد لها روسيا تدخل في الأستانة. الأستانة المطلوب منها من جانب روسيا من وجهة النظر الروسية التحضير لتقديم ورقة جاهزة لمفاوضات جنيف في وقت لاحق. روسيا تعتبر أنه هي قادرة الآن مع حلفائها الميدانيين، يعني بمعنى أنه طهران ودمشق، وأيضا مع المحور الذي تم تأسيسه أخيرا موسكو أنقرة طهران من خلال إعلان موسكو، قادرة على أن تضع يعني على الأقل مقدمات أو ورقة سياسية جاهزة من أجل الانتقال بها إلى جنيف. شكرا جزيلا لك الصحفي رائد جابر، كنت معنا من موسكو. شكرا.